الثلاثاء 19 من مارس 2013 وإطلالة يوم جديد نسهله وإياكم رفقة فقرات برنامج دبي هذا الصباح. طبعا فقرتنا التالية فقرة مليئة بالابتكار وهي مجموعة مميزة من علماء النفس شاركوا في تصميم سجادة صلاة صحية تحمي من البكتيريا والفطريات والغبار وتساعد كذلك في تفريغ الشحنات السلبية ورفع الطاقة الإيجابية. كما أن السجادة ذات تصميم أنيق يتألف من خمس طبقات مريحة في الصلاة وتخفف من آلام تصلب العضلات المترافق مع الوضعيات الخاطئة أثناء أداء فريضة الصلاة. إذا نتعرف على هذه السجادة سأنتقل إلى زميلي فهد وضيفه في الاستوديو ليفرجونا ويطلعونا على كيفية استخدام هذه السجادة وفوائد هذه السجادة سجادة الصلاة. تفضل فهد. طبعا مشاهدنا يسعدنا نستضيف محمد البستكي نائب رئيس تايمز 5، مرحبا طبعا فيك في استوديو دبي هذا الصباح. بداية كيف كانت مشاركتكم كمجموعة من علماء النفس في تصميم سجادة الصلاة؟ والله فكرتها تبدأ من بداية قبل 5 سنين. أوكي. لما مسلم كندي كان ماشي وشاف شخص كبير في السن ومصمم انه يصلي صلاة كاملة مع السجود مع انه عنده آلام في الركب، زين، فاخذها كتحدي لنفسه وبدا يطورها هالفكره هذه ويتقبل التحدي هذا وعلى مدى 5 سنين. نعم. طور مع تطويرات مختلفه لما وصل المنتج هذا. نعم. فهذا اللي بدا الموضوع كله. لكن اشتغلنا مع علماء نفس، اشتغلنا مع مصممين، اشتغلنا مع ناس مهتمين بالدقة في عمل الشيء. نعم. لأن هي مو مسألة سجادة الصلاة وخلاص. هي مو مسألة كونها طبية، لازم تكون من الخارج والداخل مناسبة. مناسبة تختلف طبعا من شخص لشخص يعني. تختلف من شخص لشخص. نعم. وبدأت على أساس لأمي ولأمك ولجدتي ولجدتك. لكن بدأت لها يعني ننظر ونشوف أن في ناس كثيرين يستعملونها لأسباب مختلفة. نعم. منها أن شخص يمكن يبغى أنه يكون مرتاح في الصلاة، يركز في الصلاة، فهاي تجيب لك التركيز. في دعاء كبار يعني بدأوا يستعملونها بدون ذكر أسامي، كونها أن تساعدهم أن يرتاحون في الوقفة حتى. لأن إذا عندك مشاكل في الرقبة ولا عندك مشاكل في الظهر في القوام، انت محتاج السبورت المناسب، فهاي تعطيك السند هذا انت توقف عليه تحضنك بس ما تضرب الارض. صح. هالفرق اللي فيها بينها وبين اي سفنجة عاديه يعني اللي تشوفها. اخوي محمد، اذا راح نتكلم عن مواصفات السجاده او السجادات اللي موجوده عندنا، شو بتخبرنا عنها؟ احسن شيء انت توقف عليها. شو أوكي. رايك؟ اوكي. اذا تفسخ نعالك الله يخليك، توقف على هاي الاولى. هاي سجاده اسفنجيه عاديه من البيت. نعم. انا ما جبت شيء من برا او اشتريته. هاي عاديه. هاي العاديه. أوكي. لكن فيها اسفنج. اوكي. زين، اذا فيها اسفنج انت تلاحظ حركها زحلقها تزحلق. نعم. الكبار في السن هاي خطيره جدا. صح. زين، ثاني شيء اذا انت واقف هل سوي شيء لقوامك؟ احسها عادي يعني. عادي لكن فيها كوشن شوي. فيها شيء. صح. زين، لو تنزل على ركبك. اوكي. انا بنلعب شوي، بنزل على ركبك، شو كيف الاحساس؟ في سند شويه. في سند لكن مو بها. حتى لو حطيت 3 طبقات من هذه صدقني بتكون يعني بتوصل للارض، يعني بتدق الارض لكن بتعطيك سند. الحين والشيء الاخير انزل تحت واضربها، شو تطلع؟ شو تشوفه؟ شو تشوف؟ غبار. هذا من بيتي. هذا مو جايبين من مكان ثاني. صح. ففي غبار لان على 6 اشهر خلاص يتجمع فيها غبار. الحساسيه والنظام التنفسي خصوصا في الكبار حتى الاطفال لما يسجدون وكذي هذه خطيره جدا. لكن ما في اهتمام الفتره السابقه. اوكي. وقف على هاي وقول لي انت انت هاي غير صراحه. احساس غير يعني. هاي غير وانت واقف احس انها تحتوتني مره واحده. تحتويك. تحضنك تلف حوالينك. بس هل دقيت الارض؟ هل وصلت الارض؟ لا لا. في شيء في 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 يعني طبقة وايد بيني وبين الأرض. إيه، في طبقة داخل ترفعك. نعم. ما تخليك دق الأرض. ثاني شيء حاول الزحلقه. يعني صعوبة. صعوبة صراحة. لو حد كبير في السن ما بيسوي الطاقة اللي عندك نفسها. فرق. زين، الحين انزل عليها، انزل على الركب. أنت ما شاء الله يعني إن شاء أعتقد ريال صاحي ما عندك مشكلة في الركب، لكن هم بعد
بس حسيت اول ما حطيت الركبه يعني ما تدق الارض في نفس الوقت تحس انها اعطتنك دعم. دعم لان شو يصير؟ الطبقه الثالثه اللي فيها هي خمس طبقات، الطبقه الثالثه تركز السبورت هذا كله الدعم وين انت تعطي الضغط الكبير. فركبك لما تعطي الضغط تركز السبورت هناك وبعدين هذه مستحيل يدخل فيها غبار. السبب بسيط، اول شيء الطبقه الاولى طبقه هيجينيه زين صحيه، ثاني شيء الطبقه اللي تحتها مباشره اللي تحضنك فيها نوع من الماده اللي ما تسمح انه يدخل خلال المسام اي غبار. نعم. ما تسمح ان اي حشرات، لان هاي حتى حشرات تدخل فيها، اشياء ميكروبيه تدخل فيها، هاي ما تدخل ما تحصل. أوكي. وتنغسل على البخار، فناس يعني ما عندهم عذر. في ناس عندهم وضعيات خاطئه في الصلاه الوضع يعني، فشو مثلا الحين اذا بنتكلم عن الوضعيات الصحيحه في الصلاه؟ الوضعيات الصحيحه يعني ما شاء الله السنه والمسلمين يعني يعرفونها كلها، لكن من اهم الاشياء ان حتى لو انت اخطات في الصلاه من ناحيه الوضعيات هاي تحاول تسندك. فانت مثلا واقف، هاي وقفه، الوقفه عادي، لكن في الوقفه انت ما تتحرك، ما يعني ما تكون لك حركه صح. انت بتكون ثابت، لكن اذا نزلت في ناس ينزلون كذي وفي بالفعل انا اصلي الارض بسرعه، يعني الارض بسرعه انا اصلي جنب ناس كذي واحاول افقههم، لكن في النهايه اطباع الناس وفي تعليمهم وكذا وخلفياتهم صح. ان نزل كذي هم بعد هاي تحضنك وتساعدك لان زمن الرسول عليه الصلاه والسلام الناس ما كان عندهم ارضيات صلبه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي على الرمل، كان يصلي، اجدادنا كانوا يصلون الله يرحمه الشيخ زايد تشوفه في صوره يصلي في الصحراء. نعم. فالصلاه هذه والخلفيه هذه القديمه يعني كانت مريحه للناس. الناس ليش لما تطوروا ودخلوا في حضارات بعد خارج الجزيره العربيه هناك بدينا ندخل في الارضيات الصلبه وكذا. نعم. لكن في الاول لا ما في، فهاي تردك للصدر الاسلامي الاول العصر الاولي صح. ان انت مثل احساس الرملي، مثل احساس الطيني. نعم. وغير عن هالحركات هذه يعني انت اي خطا صغير يصير تحاول تحتضنك صح. ان ما تتاذى وايد زين. ما بتسوون اخوي محمد مثل ما قالت زميلتي ليال سجاده عليها مثلا ساعه او عدد الركعات في المستقبل يعني؟ والله ليش لا، الفكره جميله، عاد بنتكلم معاها عشان نطورها ان شاء الله. لكن انا بسالك سؤال، بطلب منك طلب بالواقع، شيل هذه بيدك، شو الوزن؟ خفيفه صراحه. واحد عمره 8 سنين يشيلها؟ يشيلها عادي. واحد عمره 80 سنة يشيلها؟ يشيلها عادي. شايل من الفندق للحرم ماشي عادي؟ يشيلها. وفي رمضان؟ بس كيف وصلت لانها تكون بهاي الخفه اخوي محمد؟ هاي التكنولوجيا العاليه اللي فيها، يعني اللي يشوفها يحس انها صدق تجيله، بس تجيلة. ايه لما تشيلها تحس انها خفيفه يعني. خفيفه، انا حتى كلمت شباب البايكرز الدراجين، في نوعين من عمل شغل هذا هوايه سواقه الدراجات. نعم. في المسافات القصيره وفي المسافات الطويله للبلدان. قالوا لي واحد منهم قال لي المسافات الطويله للبلدان انت يعني تقدر تشيل هذه لان انت عندك اغراض ثانيه، فيوم تشيل هذه توقف اي مكان تبى تصلي. الصلاه على الشارع ولا الارضيات الصلبه هناك يم الشارع متعبه وتبهدل، ويكون مثلا فيها حصى مثلا او حصى وكل شيء. نعم. هذه تقدر تنام عليه، في ناس قالوا ان ينامون عليه والله كيفهم يعني. لكن يعني تريح حق البرزه وانت قاعد في مكان، في ناس يستعملون هذا بعدين يصلون عليها مو مشكله صح. ونتكلم بعد اكثر انه بعد السجاده هذه تنفع حق الناس اللي عندهم مثلا مشاكل في العضلات، هي عندهم نعم، لان شو يصير لما انت واقف اوكي الهيكل العظمي للإنسان يتأثر يعني يكون عليه ضغط الجاذبية الأرضية. نعم. لأن العضلات نفسها لازم تشتغل مع الهيكل، فإذا أنت 20 دقيقة تصلي ركعة في التراويح زين هاي تساعد العضلات، ويوم تنزل عليها تريح العضلات. يعني ما شاء الله فوائدها متعددة للعضلات، للركبة، للأماكن الحساسة. للأماكن الحساسة يعني تنفع سواء الكبار والصغار، وأكثر شيء حسيت أنها تنفع حق الناس الكبار يكونوا في السن يعني تنفعهم وايد. وتنفع للرياضيين. نعم. لأن الرياضيين
اي ضرر بسيط لاي جزء من جسمهم ياثر على ادائهم. صح. وهذا مهم جدا للرياضيين. صح. فهاي وخصوصا لما يعملون عمليات وكذا فلازم يعني يتعافون بسرعه وبطريقه صحيحه. احنا شغالين مع خبير دولي عنده خبره ما يقارب ال 20 سنه في الفيزيوثيرابي اللي هو التمرين ما بعد العمليات وكذا. أيوة. لما سوي عمليه ركب ولا غيرها. فعلى مدى شهرين ان شاء الله شوي شوي بتشوف يكون في تحسن يعني. في تحسن وبتشوف يعني عملنا معاه بيبين اكثر. نعم. لكن القطاع الصحي قطاع كبير نشتغل معاه. القطاع اللاكجري ايضا قطاع كبير نشتغل معاه. طبعا اخوي محمد البستكي طبعا نائب رئيس تايمز 5 يعطيكم العافيه ونتمنى لكم طبعا التوفيق في المشروع مالكم.